اخضر وجاي لعمل. Have a nice time. Have a nice time. اتفضل. يعني ما قلتليش انك عامل حفله. ما جاش في بالي معلش. امرنا يا دكتور. امر. مش كان في بينا ميعاد النهارده نقعد ونرتب هنعمل ايه في المؤتمر؟ مؤتمر؟ مؤتمر ايه؟ المؤتمر اللي هنعلن فيه تفاصيل التجربه. ايه ده؟ ده نص مليون جنيه. نص مليون جنيه تمن العمليه اللي انت عملتها. بتقالي ان انا مش هتاخد تمن عمليه في حياتك بالشكل ده، حتى لو عملت عمليه انتحاريه. انا مش عايز فلوس. انا عارف انت عايز ايه. انا عارف. انا عارف انت عايز ايه. بس ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ ما ينفعش. ما ينفعش يا دكتور احمد. يعني بعد ما لقيت صاحب اهم ناس في البلد واكبر شخصيات اجد اليوم وليله اقول لهم انا القرد البوزديري اللي عمله الدكتور احمد الشواف في التجارب بتاعته. تعرف انا ممكن افحصك وبرضه هعمل مؤتمر ومن غيرك، وهعرض شريط صغير عن الليمبي بتاع زمان والليمبي بتاع النهارده اللي انا عملته. بص بقى يا دكتور، انا محمد شاطر وشاطر قوي وانت عارف كده كويس، وكله بفضلك. والشيك ده كان تمن العمليه اللي انت عملتها دي. بس خد بالك، انا ممكن العبك بوساخه. قضيه تترفع على دكتور عمل عمليه المريض من غير موافقته، ساعتها شطب من النقابه. ولا اقول لك على الكبيره بقى، احنا نقدم الاوراق والمستندات والتراخيص المزوره بتاعت الدكتور احمد الشواف اللي اساسا باسم سندس البنداري. تخيل ده في الجون. اظن دي ايه العبقريه دي كلها؟ تحياتي. انت فكرت ورتبت كل حاجه تمام، وما عنديش السعادة ان انا اتنازل حتى عن الكرافته اللي انا لابسها. أقول لك على حاجة، نصيحة مني يعني، موضوع المؤتمر ده يا ريت تعمل له ديليت من دماغك. كنت مع مين بره؟ ها؟ لا كنت مع حد برضه يعني، كان في موضوع كده كنت بخلصه يعني. شغل برضه؟ انت مش شايل ان ده يومي؟ ايوه حبيبتي ما تزعليش. يا اهلا بيكم منورين بيتنا المتواضع، انا وحبيبه قلبي نوجة، ويا رب كده تحتفلوا بذكرى حبكم وانتوا في سن قد قدكم. Have a nice time. Have a nice time. هذا مصباح.
اسمعوا التانية دي، بقولك قبش واحد بلدياتنا في خلية إرهابية، آخر عملية عملتها إيه؟ قال لهم البواسير. يعني باختصار عايز اقول لكم انا ومرات حبيبه قلب نوجا بنرحب بيكم، بنقول لكم منورين منورين يا زباله يا كلاب يا اوباش يا حصاره المجتمع يا زراعه البني ادمين. اللي انت بتقوله ده يا لبي، اللي انت بتقوله ده، استنى انت، انا بعزمهم وباكلهم وبشربهم عشان خاطر ابقى كسر عينهم، ابقى حاطط ايدي بقهم عشان ابقى عمهم، ونعمل سوا احلى شغل ندوس بيه على المجتمع والناس الغلابه تحت رجلينا. كده غلط، كده غلط يا لمبي. فوق فوق يا حبيبي، فوق. مالك مالك يا حبيبي، مالك مالك مراتي حبيبتي حنو، أطيب أجمل وأحلى ست في الدنيا، بس العلم والطب والدكاترة قالوا إن إحنا إحنا مش ما ننفعش لبعض، مش هينفع نخلف. بس يعني بس بس العيب مش فيه ولا فيه، الأنف محي محي لمراته، كل شوية عمالة تحبل وتلود تحبل وتلود تحبل وتلود، ما فضلش غير إنها تبيض عشان تثبت له إن هي ست بجد. إيه يا جماعة، معلش أنا آسفة جدا، هو شكله تقل في الشرب. محي مش عارف أنت انت تخلف وعملها ليه؟ فيك احسن مني. انت فيك احسن مني يا محي، فلوس بقى عندي بدل الجنيه مليون، لبس احلى لبس، عربيات احلى عربيات، فيك زيادة عندي، استاكوزا وكالتو كابوريا و مالك مالك زعلش يا لمبي، حقك عليا يا نوجة. قول لي يا لمبي، انا ممكن اعمل لك ايه اكفر بيه عن ذنبي؟ قول لي نفسك في ايه؟ مش عايز فلوس، مش عايز اهز، مش عايز ولاد، عايز الرضا، ان ربنا يبقى راضي عليا، ابقى انا راضي، راضي باللي كتبهولي وقسمهولي من ساعة ما صحاني لحد ما هيموتني. اهلا بكم في برنامج العلاقات الزوجيه للقائمه الرئيسيه، اضغط رقم واحد، ولو عايز تبقى بني ادم بجد
اضغط على نفسك. ليه يا لمي بتخبي عليا انا كل ده؟ ده انا نوجة مراتك، يعني سترك يا اخي. ده انا لو ابويا وامي واقفين وجسمي تعرق قدامهم، اول واحد هجري استخبى في حضنه هو انت. والنبي كسبنا ايه؟ طب انا كسبت ايه؟ كسبت راجل سرحان على طول، ما بينساش تواريخ اي مناسبه. واقول لك على حاجه، انا امي برضه ما خلفنيش. دقت طعم النعيم؟ مش عايزه، كفاية. أنا تعبت من كتر الناس الغلابة اللي بدوس عليها، الناس الغلابة اللي كنت واحد منهم. ما أنت كنت عارف إنك هتبيع ضميرك وأهلك وناسك وعامل مش واخد بالك، جاي النهاردة تدوس على الراجل اللي خدمك؟ تعد الإيد اللي اتمدد لك بالخير؟ صدق فعلا انا واد خسيس وقليل الاصل وواد وسخ كمان قوي. ازاي ما حسيتش انا بالخير اللي انت بتقدمه لي بايديك؟ حسيتش بازاي لما واحد يجي لي عشان عايز ياخد حق مش حقه وبجيبه له؟ ازاي ما خدتش بالي ان ده مش خير؟ وازاي ما خدتش بالي لما اروح اجيب واحد عشان خاطر يشهد شهادة ربنا زور يشهد بالله؟ خدتش بالي؟ ده يتسمى ايه ده يا دكتور بما انك محلل؟ ذكاء. والقانون لا يحمي المغفلين. قصدك لا يحمي الطيبين؟ الكلمة الوحيدة اللي ما بحبهاش في القانون من ساعة ما فهمت. القانون لا يحمي المغفلين، مع انه المفروض القانون يحمي الطيبين. عايز ترجع الليمبي بتاع زمان؟ تتنطط على المحاكم والقهاوي زي النسناس على شوية جنيهات؟ انت مش قادر تتخيل انا عملت منك ايه؟ انا حولتني الآلة ابن آدم ما عندوش مشاعر ولا عنده قلب، يدوس على اي حد بجزمته، حافظ ارقام تواريخ ميلاد لناس مهمه عشان مصالح. مش عايزها حافظ ارقام فلوس في البنوك برضه. مش عايزها. شيلها فرمط الشريعة. مش من حقك يا مجنون يا غبي. انا اللي عملتك وانا الوحيد اللي قرر انت مش هتقف وهتظهر في المؤتمر، ولو رفضت هضيعك، بس المرة دي بفيروس ملوش علاج وبتخطو.
واحده على الكمبيوتر، وزي ما عملتك هعمل غيرك وهيبقى ملكي، ملكي انا. هتعمل ايه مجنون انت؟ هفرمطك هفرمطك وهعمل لك دول لوت وانزل لك برنامج دعاره في دماغك، اخليك تمشي تترقص في الشارع زي النسوان. فرمطني عشان لك الفيروس، خلاص عشان لك الفيروس. فرمطني ليه؟ ليه؟ ارجعني حطف خليني اساعدك لمبي، حطف قلبك. انا اللي هشيل شريحة، هشيل شريحة بايديا، هشيلها بايديا عشان الشوار. لا لمبي ما تشيلش شريحة لمبي، ارجوك. لمبي لمبي.